الحمد لله، اتمنى من الله ان انا يعني ربنا يكرمني واشطب بيتي وربنا يكرمني ببركة سيدنا النبي. انا كنت انت متزوج؟ معايا سيف ومعايا بارك ما شاء الله. ومرتي وامي في البيت، نفسي اشطب لهم البيت ديات عشان يبقوا معايا. نفسي ربنا يكرمني بمشروع اكلهم منه، ويعني افرح ابويا في قبره واشرف ابويا في قبره، انت عايز تعمل مشروع في بلدك بقى، اعمل لهم مشروع. يعني عايز تستقر في مكانك. يعني اعمل لهم مشروع باذن الله كده، واخلي بالي من الامانه اللي ابويا سايبها لي، واسد ديون امي. ودايما كنت بقول انا وبصلي كل فجر، هل من مسكين يود امه عند سيدنا رسول الله؟ والله ما بقول غير كده، في كل فجر هل من مسكين يود امه عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم. نفسي اكافئ امي، نفسي اكافئ امي كده واوديها عند سيدنا النبي. يا رب نفسي اكافئ امي كده واوديها عند اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله يعني عليه وسلم. انت من طموحك ورسالتك اللي انا انت من بتقول عشاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه انا وسلم. بالله، مين مننا مش من عشاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. يعني انت دلوقتي في امنيتك او طموحك ان انت عايز الحاج الاول تروح تحج، نفسي دي من اهدافك؟ من اهدافي، ونفسي اشطب البيت واستر اختي واسد ديون امي اللي هي يعني تشكر ما سابتنيش وجرت بيا في المستشفيات وطلعت كارد وقت الحادث بتاعك. وعملت لي العملية وتسلفت من ده وتسلفت من ده. وانا لازم ال 24 ساعة بفكر يعني ازاي ابقى شيء من لا شيء، فبطلب من الله جل علا يا رب ازاي نبقى شيء من لا شيء، انا ولا شيء على الكون. فانا طالب من ربنا جل علا، يعني مش طالب من اي حد مساعدة، ولا طالب من، انا عشمان في ربنا جل أكيد علا. أكيد ونعم بالله. انا ما طالبش من اي عبد خلقه ربنا، لان الدنيا دي دنيا ربنا، واللي عايز ربنا بيديله علما يقين في قلبي وزريعة في قلبي ان ربنا هيديله. الله أكبر عليك، ما شاء الله عليك. طيب أنت أولادك في مدارس؟ معايا بارك في تانية ابتدائي في مدرسة الكافور البلد اللي أنا ساكن فيها، ومعايا ابني طبعا. والله ابني ده كل شوية يوقع الخرسانة، البيض بالخرسانة بيتعور في وشه بيجيب الدم. البيت مش مهيأ لسه، مش متوضب، أيوة مش مهيأ يعني البيت المكان. خرسانة وعلى المحارة وكده، نفسك توضبه طبعا. وفي كل أوضة لمبة. ده اللي سبب نزولك القرار ان انت هتسعى على رزقك عشان أسعى على تتوضب رزقي رزق تقدر واكون تاكل. سند لاخواتي يعني بعد رب. والحمد لله الحمد لله، برضو ربنا كلمني في الشركة اللي انا فيها دي، برضو باذن واحد احد بيوقفوا معايا وبيطلعوا، يعني برضو بيعمل مكافآت، بيجي في الاعياد بيطلع لنا ربنا مكافآت، يحفظهم يا رب، ربنا وبرضو يديم، واقفين معانا بما يرضي الله حقهم وياخدوه صراحة ربنا يشكروا. ربنا يعني يديمهم، انت برضو تستاهل كل خير يا رب. وهم مش سبب، الواحد ساكت على الحق شيطان اخرس، يعني برضو هم مش سبب. والابله اللي نفسي اشوفها وانزل بيها بلدي واللي بس هي هي مفرحه امي. مترتبه، هي مترتبه يعني انت اشتغلت هنا في الشركه وهي والله افتتحت، هي اللي ادتك الورد في المكان ده، سبحان احنا الله. شفنا اللايف هي اللي صورنا. سبحان الله تمام. والله، والحمد لله على اي حاجه، وانا راضي باللي ادوني ربنا، وراضي باي حاجه اداني ربنا، وبحمد ربنا على اي شيء. الحمد لله ولله الحمد. طب انت اتفاجئت بقى ان انت ترند او لقيت انا لسه ما ترند اعرفش، معاك؟ انا ما اعرفش مين اللي بلغك؟ انا بيرنوا عليا في البلد انت طلعت ترند. ايه ترند ده؟ ما اعرفش انا برضو، يعني مش متقبل الموضوع لسه، مش عارف مش يعني. مستوعب. اتخلعت امي بقى، يا رب يا ولدي يا رب يا رب كلمنا ربنا يا رب يا ولدي، ودايما معايا امي بتدعي لي. فانا نفسي اكون سبب في يعني في وقفتها قدام اشرف الخلق، نفسي اكون سبب في سترتهم، نفسي اكون سبب بعد ربنا في حماهم في الدنيا بعد وفاة ابويا.